السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة خطواتي للصلاة والخياطة، ونبداو فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم عندنا هذا التريكو، هذا باقي جديد، فيه هاد الطبايع ديال المداد ما بغاوش يتصبنوا. هاد البوديل كان فيه هاد الجافيل هنايا، واصلا هي قدامت هانتوما كلها تحببات، كلها محببه، يعني ما غاديش تلبس مازال. غادي ناخذو حنايا هاد الكمام، غادي نلصقوهم لهاد البلاصه هادي. هادي كمامها ما طوالش بزاف، حنا لا بغينا نديروهم هانتوما. حنا اصلا عندنا في الكمام عندنا 54 سنتيم، غنديرهم طوال على هادو. بغيتهم ديروهم بحال هكا بلاستيك، غادي تقطعو من هنايا من الفوق، غادي تقطعو من الفوق وديرو من هنايا لاستيك. بغيتو تخليو نتوما هاد الباندا، نتوما انا نوريكم كيفاش. غادي تشدو من هنايا هانتوما جهة الخياطة، هادي هي هادي، من هنايا غادي ديرو زاوية قائمة وتنجيو نقطعو. غادي ناخدوهم، غادي ناخدو هادو نحلوهم، هاهوما حيدتهم. بغيتو ديروهم على هاد القياس ديروهم، بغيتو طولوهم نتوما تعرفو. وكيما قلت لكم بغيتو ديرو هاد الكمام هكا بالباندا ديالهم، ديروهم من هنايا ثم خيطوهم. هانتوما راه بدلتو الموديل، بدلتو الموديل وصلحتو العيب. بغيتو تخليوهم هكا كيما قلت لكم، بغيتو ديروهم تقطعوهم وديرو فيهم لاستيك، غادي او بغيتوهم ديروهم قصار تقد ديال هادو، راه غادي ديروهم قد هادو هاكا، تقطعو واحد تزيد واحد 2 سنتيم ديال لاستيك. المهم انا بغيت نغير ليها الموديل ديالها، وغادي ندير ليها بحال هكا. تنخليو سنتيم ديال الخياطه، هذا هو القياس اللي خاصنا فيكم كما قلت لكم كتعبروه. سنخلي واحد 2 سنتيمتر ديال الخياطة نتوما، سنقطع كنقلبو لكم بحال هكا، وكنجيبو لكم ديالنا. نردو البال لا نقلبو الصديفة، حيت هنايا خاص الصديفة تجينا اللور هانتوما. تجينا الصدفة هنايا اللور، صافي. تنقلبو لكم، تنقلبو لكم ديالنا هاكا، وتندخلو هاد الكم هنايا جهة الخياطة، كتجي جهة الخياطة هاي. هي الخياطة على الخياطة، شفتوها بحال هكا. تنشدوها فناتي القياس اللي شدينا في التوب، خصنا نشدوه كامل في الدورة. نديرو بحال هكا، نحطو التوب ونشدو فنيته، تنساليو الدورة ديالنا كاملة. هانتوما الطريقة كيفاش
الطريقه ديال القنيجه ديالنا كيفاش كتكون. هانتوما جات الصدفه اللور، وهنايا هانتوما غادي ناخذ هذا الثوب اللي حيدناه من الكمام، غادي نحطو هنايا وغادي نتراسل. غادي ندوز من هنايا بالخياطه هانتوما ونرجع معكم نوريكم كيفاش غنلصقها هنايا. بعد ما خيطت هاد الكول ديالي هانتوما تنشدوه تنحلوه شويه بالمقص بحال هكا حتى لحد قبل الخياطه. عندكم دوزوا المقص لجهه الخياطه غير تحلوه واحد شويه حتى يتحل لكم بحال هذه الطريقه باش الا قلبناه ما يجيناش مكمش. هانتوما تتقلبوه بحال هذه الطريقه هذه بحال هكا. وكندوزو الماكينه من الفوق كندوزو عليه من هنايا. وها هي ديك القطعه ديال الكول هاهي خيطناها بحال هاد الطريقة هادي وتنلصقوها بحال هكا. كنحاولو نقادوها هما من الكتف تال هنايا عبرت 10 سنتيم، غنديرو 10 سنتيم ومن هنا هانتوما نقطع شوية هادي 10 سنتيم. هانتوما هاهي جات على هاد الشكل هدا. ودابا نخيطها ونرجع معاكم. وها هو التريكو ديالنا رجع على هذا الشكل هذا. صراحه جا مع الكحل جا زوين، جا تغير ليه الموديل كامل. عندو كمام قصار بلاستيك ودابا درنا ليه هذا الكمام اللي بالباندا هانتوما ها هي الصدفه ديالهم. وهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا واشتركوا معايا في القناة باش يوصلكم الجديد ديالي.